بقيان 4 أيام للنطق بالحكم. أنت متهم بجريمة قتل، لازم تقلي الصراحة. مسيك. اسمع جواد، لميا كانت مرتك، اليوم لازم تكرهها، لازم تكرهها جواد. تذكر دائما انه هي اللي كانت سبب وجودك هون. يعني اذا بدك تستقيلي هاي زينة العقل، بس قبل ما تستقيلي جربي روحي على دكتور نفساني. ريتا، بعرف بدي اقلك حكي قاسي شوي، بس انا رفيقتك ولازم اقلك يا بيان. ما بيحبك. ايه ما بيحبك. نحن في شي مشترك بيناتنا ولازم تتضح ملكيته لواحد منا. صح كمعلوماتك، انا من عندي كل شيء سليم. وانا من عندي كل شيء سليم. بس يا دكتور، انت ضليت فتره طويله بدون اولاد. بكيفي، انا ما كان بدي اولاد. وبكيفي بدي اشوف التقرير بعيني. كل شيء له سعر. صح، كل شيء له سعر. وين سعر؟ طلعت ميلادية على الضيعة. طيب نطلع لعندها؟ بحكي معها بشوف شو بتقرر. خليل، انت كيفك تعيش بهالوساخة؟ لأنه في أمثالك سامي بيك. يعني كنت تشتغل لحالك؟ اي سيدي، كنت اشتغل لحالي، وهذا المستودع أخده أجار. بس انت بتسفر عالم لبرا البلد وبطريقة غير شرعية. شلون بدي سفر عالم لبرا وبطريقة غير شرعية سيدي؟ لو بسفر عالم لبرا كنت على القليلة انا طلعت. شو مقعدني بهالبلد؟ اه ليش انت مو تارك مصاري عند ابو محروس؟ لا لا، انت بتعرف شو عملت لما انت سرقت اغطية الريجارات وكابلات الكهرباء والسيارات ودوليب السيارات؟ تعرف انك عم تخرب اقتصاد البلد؟ هلا طلعت انا بالاخير اللي عم اخرب اقتصاد البلد سيدي؟ خير، عم نقلك مساء الخير. وعمل لك خير؟ والله ما في شيء، زيارة. مو ملاحظ الوقت مو مناسب؟ والله ملاحظ انه احسن من جيتك على الفرع. طيب تفضل. سلامتك، شو بها ايدك؟ ما في شيء، جرح بسيط. ايه سلامة قلبك. أهلاً سامي بيك. أهلاً سيد نقيب. أهلاً وسهلاً. أهلاً. يبدو أنه جينا بوقت غير مناسب، ما صار شيء، بكرة منرجع. ريتا، ماني قدران أفكر بشي ولا أعمل شيء. لك ما عم صدق، ما عم صدق أنه في ناس ما عندها أخلاق ولا ضمير تلبس حدا تهمة بتوصله للإعدام. باسم الشعب في سوريا، عملاً بالمواد 309 و310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووفقاً لمطالبة النيابة العامة وبعد المداولة، قررت المحكمة بالإجماع في الدعوى رقم أساس 260 لعام 2015 الحكم بما يلي: أولاً، تجريم المتهم جواد أحمد أحمد بجناية القتل العمد مع التكرار وفق أحكام المادة 535 من قانون العقوبات العام. ثانياً، معاقبته بالإعدام عن جناية القتل العمد. ثالثاً، تضمينه الرسوم. رابعاً، قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقد صدر وأفهم علناً. رفعت الجلسة.